كثير. يسرني أن أدعو معالي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته، فيتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة بقطر ورئيس مؤتمر الطاقة العربي 12، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة السيد المهندس جمال اللغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذا المحفل المميز الذي يضم حشدا من الخبراء وصناع القرار ورواد قطاع الطاقة في الوطن العربي. هذا القطاع الذي أصبح يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية ومحركا دافعا لجهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع بما يسهم في تلبية تطلعات شعوبنا العربية. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر على رعاية واستضافة هذا الحدث المهم وحفاوة الاستقبال، وهذا ليس غريبا على الشعب القطري الشقيق. كما أود أن أشيد بمجهودات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وأمينها العام، وهذا لتنظيم هذا الحدث وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات العربية في مجال صناعة البترول. إن سعادتي بالمشاركة في هذا الحدث تنبع من ثقتي في أن جلسات هذا المؤتمر وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى سيكون له بالغ الأثر في الخروج بنتائج إيجابية من خلال مشاركة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء. السيدات والسادة الحضور، يأتي هذا الحدث تحت عنوان الطاقة والتعاون العربي في توقيت بالغ الأهمية توالت فيه على العالم سلسلة من التحديات المتعاقبة التي طالت تبعاتها مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الطاقة. وسعياً للتخفيف من وطأة هذه التحديات، فقد عمل قطاع الطاقة في مصر على استغلال المقومات التنافسية التي تتمتع بها البلاد لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها. كما ظهرت قضية تغير المناخ لتمثل تحدي جديد لقطاع البترول والغاز، إذ بات من الضروري تحقيق أمن الطاقة بالتوازي مع تلبية التزامات التحول الطاقي والتي تستوجب تنويع مزيج الطاقة ليتضمن مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر بجانب مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز. وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن صناعة البترول والغاز هي جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، فقد حرص قطاع البترول المصري على تواجد صناعة البترول والغاز على مائدة الحوار بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من عام 2022. كما نجحنا في تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الإطلاق في تاريخ قمم المناخ. كما شرعنا في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة بهدف خفض وإزالة الكربون من عمليات إنتاج البترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة لخفض الكربون من مختلف مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، جنبا إلى جنب مع تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الخضراء ومشروعات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. وقد مهدت مخرجات مؤتمر COP27 الطريق للمزيد من التطلعات خلال COP28 الجاري عقده في الوقت الحالي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد حرصنا من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية على البناء بقوة على الزخم المحقق خلال COP27 وما نتج عنه من مخرجات ومبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الإعلان عنه في شرم الشيخ العام الماضي، إلى جانب برنامج العمل حول الانتقال العادل للطاقة وبرنامج العمل حول خفض الانبعاثات. وفي هذا الصدد أود أن أشيد بما لمسناه من حرص الأشقاء بدولة الإمارات العربية على الاهتمام بتسليط الضوء
على الدور المهم لصناعة الطاقة كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، والالتزام المتسارع بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. فقد أسفر مؤتمر المناخ COP28 خلال أسبوعه الأول عن العديد من الإعلانات المهمة المتعلقة بالطاقة المتجددة، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى خفض الانبعاثات. أصحاب السمو والمعالي، السادة الحضور، لطالما آمنت مصر بأهمية التكامل والتعاون مع أشقائها لضمان تفعيل العمل العربي المشترك والارتقاء نحو أفاق رحبة. ومن هنا يبرز دور منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك كمنصة مهمة لتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أنشطة صناعة البترول، بالإضافة إلى توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة، فضلاً عن سعي المنظمة الدؤوب لتطوير أعمالها وأنشطتها لتشمل مصادر الطاقة المتجددة. وأنني أتطلع في إطار المنظمة إلى مناقشة قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين بما يتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، وكذلك العمل سوياً على مبادرات مشتركة تستهدف الانتقال العادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية. السيدات والسادة، إن تضافر الجهود وتبادل الخبرات سوف يسهم في ضمان توافر مصادر للطاقة المستدامة لمختلف بلداننا العربية من خلال العمل سوياً على تحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول والغاز بالدول العربية وخفض الانبعاثات الناتجة عنها ومشاركة التجارب الناجحة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتطبيقها في باقي الدول الأعضاء. وإنني على يقين بأن هذا المؤتمر بما يضمه من خبراء وصناع القرار سيكون له دور فعال في الخروج بنتائج وتوصيات تساعدنا على تأمين إمدادات الطاقة بما يسهم في تحقيق مزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي، لنمضي بثبات على طريقنا نحو مستقبل واعد مستدام. وفي الختام أود أن أكرر شكري للأشقاء في قطر وكذلك للمسؤولين بمنظمة الأوابك على تنظيم واستضافة هذا الحدث المتميز بما يتضمنه من مناقشات مثمرة وبناءة تهدف إلى إثراء العمل العربي المشترك في مجال الطاقة، متمنين النجاح للمؤتمر ولكافة بلداننا العربية التقدم والازدهار. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.